استأذنكم نروح لتقرير حول المأذونة. للمأذونة دور كبير في الحد من الخلافات الزوجية والأسرية. بطبيعتها كسيدة كأنثى فهي ايه؟ تعرف تتحدث باللين، بالعواطف، بالمحبة. طبعا، وتعرف كده تقنع هذا الرجل الهمام بانه يتريس. خد بالك، يتريس بالهداوة. احنا مش رايحين علشان خاطر نطلق ولا لا. طب وساعة الجواز ندي النصيحة الحلوة، خد بالك من كذا وخدي بالك من كذا. طب في حالات انه ناس جاية عايزة مثلا تنفصل وتتطلق، فنقعد برضو ننصحهم، ما بلاش عشان واحد واثنين وتلاتة واربعة، وبلاش يا ستي علشان كذا وكذا وكذا، وفكروا كويس كويس. خلي بالك، الحكمة ليست مقصورة على الرجال كما يشيع البعض أو يحاول البعض أن يلصق الحكمة بالمجتمع الذكوري فقط. الحكمة موجودة كمان عند الستات الكبار، عند أمي، عند أم حضرتك، عند عمتنا، خالتنا، جدتنا الأوادم بتوع زمان. بالعقل، كانت جدتي تقول كلمة حلوة كده، باللين، بالهداوة، بالسياسة، وتبتسم. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. أنا زينب سيد محمد قواشتي، عندي 34 سنة، خريجة شريعة وقانون جامعة الأزهر. والدي وأخويا في المجال ده من زمان، وكنت حابة أدخل فيه، فيشاء القدر أو النصيب زي ما بيقولوا إني أكمل 30 سنة. المشيخة اللي أنا تابع ليها تفتح بعد ما تم السن القانوني للتقديم ب 14 يوم. كان ليا نصيب إن أنا أقدم، وبالفعل تم تعييني سنة 2020، ومن هنا ابتدأت بقى الحمد لله. يعني مش كتير بيحب ان تكون المأذونة واحدة ست، بس بيتهيالي ده بيكون راجع للأهل اللي حواليهم وللزوج، بيكون رافض فكرة ان المأذون ست. يعني انا مرة حد يعني مش حابب الفكرة، فبيقول لي وانت ازاي يعني هتحط ايديكي فوق على ايديهم؟ قلت له انا مش لازم احط ايدي علشان اعقد العقد. يعني بيتوجه لي اسئله كتيره غريبه. طيب مره حد سالني واحنا لما انت تعقدي هل هيكون عقد صحيح؟ قلت له عقد صحيح طبعا، وجبت له ما يثبت ذلك. قال لي طب انا محتاج اسال دار الافتاء، وبالفعل في الفعل سال وقالوا له عقد صحيح. انا بشوف ان الصلح بين الازواج دور المأذونه فيه بيكون ليه عامل مهم جدا، يمكن اكتر من المأذون كمان. احيانا بيبقى فيه بعض المشاكل والخصوصيات والحاجات الست ما بتقدرش تقولها للمأذون، بس ممكن تقولها للمأذونه بسهوله جدا. كتير بيتصل بيا حتى بعد ما تم الصلح بينهم لاستشارتي، لان احنا نتكلم مع بعض، ان احنا مثلا تاخد رايي في شيء بالنسبه لهم مش مجرد مأذونه، انا بقيت صديقه ليهم. في ناس بتيجي تقول لي احنا بندور على مأذونه، يعني عايزين مأذونه مش عايزين مأذون. فطبعا الكلام ده اكيد بيسعدني يعني ويفرحني. اكتر حد حسيت ان الموضوع فارق معاها، فارق معاها جدا، احنا فارقين معاها كاشخاص، هي مهتميه بالموضوع كانه تبعها يخصها. فاتكلمت معاها وحسيت لا، هي اللي لازم تكتب كتابنا. طبيعي جدا كله يستغرب زي ما انا استغربت في الاول، بس كله لما بيفهم ان هي الست ما بقتش مأذونه بس دلوقتي، يعني هي دكتوره ومهندسه خلاص، فبقى فكره ان الست تدخل في الشغل دي حاجه هي متقبله ككونسبت يعني كمبدا، بس المأذونه هي كانت مختلفه شويه، بس لما بنقعد نشرح الناس بتبدا تفهم، فيعني بيبقى الموضوع عادي. كنت متجوزه بقالي 10 سنين تمام، فجأة كده حسيت ان انا حياتي خلاص المفروض وقفت ومش عارفة اكمل. فحد قال لي على الأستاذة زينب، قعدت تتكلم معايا وتقنعني بكلام، وكان بعد انفصال سنة تقريبا ورجعتني تاني لجوزي. فكرة ان الزواج بيتم قبل 20 سنة انا من وجهة نظري عامل اساسي في المشاكل بين الزوجين، لان بيبقى فيه تسرع، بيبقى فيه عدم ادراكيه، يعني ايه اسره تتفكك، الكلام ده كله.
كتير قوي كانوا مبسوطين وفرحانين، وكان بالنسبه لهم ان في مأذونه ست دي حاجه غريبه. يعني بحب يعني بصت الناس عليا واستغرابهم وسؤالهم ليا بقى وازاي بقيتي مأذونه وايه اللي بقابله والكلام ده كله. يعني في موقف فرح من افراح كنت قاعده على المنصه بتاعه كاتب الكتاب، فجه منظم الحفل فبيقول لي لو سمحت قوم، ده مكان المأذون. انا اقول له ما انا عارفه، هو مصري قوي. قلت له انا المأذون.